رسالة نحب نوجهها للسيد الرئيس، إن شاء الله تكون في المستوى نتاع الثقة اللي باش ينالها، وإن شاء الله يخدم البلاد هذه بقلب ورب. نتمناه يكون إنسان وطني عنده وطنية ويحس بالناس الكل جميع الفئات الاجتماعية، ويحاول يصلح البلاد على قدر الإمكانيات المتاحة له، ويأخذها معناها مرحلة بالمرحلة، خاصة على المسألة قلوا احنا وزارة التعليم، ثم وزارة الصحة، ثم الإدارة الأمنية، هذوما الكل هما الوجه نتاع البلاد الحقيقي. إذا كان يتصلحوا هذا تتصلح البلاد، والحاجة الأولانية كما قلت لك الوطنية هي الكل، والضمير المهني إذا يكون صاحي عنده راو إنسان راو ينجم ينجح في حياته في رئاسية، والناس الكل معناها الصدق هو الكل، إذا كان يكون صادق راي الدولة الكل الناس اللي وراها الكل يكونوا صادقين. أبو ينظر لنا في الأسوام اللي خليت على الأخر، ويسهل لنا شوية العيشة، سورتو الأمان، الأمان ثم الأمان. السيادة الوطنية على الثروات وعلى قراراتنا السياسية، هذيك المسألة الأساسية اللي وراها كل الإشكاليات اللي موجودة. يتلهى بالجهات المهمشة ذيك، يرد عدالة اجتماعية كاملة في البلاد من ناحية العياش، من ناحية الشهر، من ناحية كل شيء. ماذا بي أول حاجة يهتم بالشباب، موضوع البطالة أكثر حاجة، خطر أكثر حاجة تونس معطلتها توا البطالة اللي الشباب الكل يعانيوا منها. أول حاجة اللي نقولها للرئيس الجمهوري كسوة مرأة وإلا راجل، هو أول حاجة هو الإحداث هذيك المحكمة الدستورية. هذا بي يخدم الفقراء ويخدم الناس الطبقة الشغيلة، نطلبوا منه فهمت باش وقت اللي تولي الرئاسة يكون عنصر محايد، ما يشدش يخدم الحزب نتاعه ولا فهمت الطبقة ولا من جماعته. نطلبوا منه بكل لطف السيد الرئيس مش تولي الرئاسة باش يخدم المجتمع التونسي. حط روحه في بلاصة كل مواطن تونسي، فهمت؟ ويخزر للعباد وللحالة نتاعهم من الصغير للكبير، ويثبت ما يخليش البلاد تضيع. ينظرون الوضع اللي نحن عايشين فيه على الأقل يحسنوه شوي، شوفونا كيفاش نحن تعبين، ينحوا علينا المشاكل اللي قاعدة صايرة في البلاد. إنه البلاد تتصلح، إنه نعيشوا في أمن، في استقرار، إنه نقضيوا على الإرهاب، نحبوا بلادنا إلى أحسن، إلى أفضل، إنه نبنيوها بشوية بشوية. هو صحيح الرئيس مش وحده، هو بشي يلزم جهاز كامل، يلزمنا كلنا اليد في اليد ونقدموا بتونس، تونس بلادنا، تونس هي عبارة أمنا.